بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الحضور الكرام، يسعدني ويشرفني اليوم وجودكم في المؤتمر الصحفي لمهرجان السياحة العربية السابع لاختيار فتاة العالم العربي المثالية. هذا المهرجان يضم مجموعة من العالم العربي، مجموعة كبيرة من العالم العربي، ويهدف إلى تنشيط السياحة العربية إلى مصر. هالأرض تتضل نوبي خمس بيوت. هاي أغنية اسمها لبيروت، حبيبة قلبنا بيروت، بك حبيبتنا أنت. سيد هتصور حاجة تانية؟ كاتبة ورئيسة مهرجان ميس أرب وورلد كاتبة حنان نصر، أهلا بيك معنا في برج. أهلا بيك. أهلا وسهلا. أستاذ حنان، النهاردة كلمينا على المسابقة الجديدة السنة دي وإيه الجديد اللي بتقدمه؟ الحقيقة السنة دي المسابقة مميزة الحمد لله في مستوى الثقافة والعلم بالنسبة للبنات، والحضور بالنسبة لهم ممتاز، والاتيتيود بتاعهم والشغل والسلوكيات متوازنة الحمد لله. يعني أنا شايفة أن في باقة جميلة، وفي كمان الجديد أنه معانا طبعا باقة في لجنة التحكيم، باقة جميلة في لجنة التحكيم. يعني بتمنى إن شاء الله أن هم يعني يقدروا يعني يلموا بكل حاجة جوه، يعني في الفتاة أو في الفتاة المتقدمات، ويدونا صورة واضحة إن شاء الله عن المتسابقات. إيه المقاييس السنة دي اللي بيتم اختراب بها البنات؟ والله البنات هي المقاييس ما بتختلفش من سنة لسنة، بتكون من 19 ل 26، والسنة دي يمكن احنا عملناها من 20 ل 27، زودنا شوية السن علشان طبعا بتكون البنت يعني قادرة انها تسافر لوحدها او تيجي او الكلام ده. يمكن في سن 19 انا لقيت انه يعني بيبقى صعب شوية. عندنا كمان طبعا هتكون عربية الجنسية، بتكون مثقفة ومتعلمة، عندها أفق واسع، رغبة في العمل الاجتماعي التنموي. ويمكن احنا السنة دي عملنا شيء كويس قوي، ان احنا زرنا 57 357، ووقعت معهم بروتوكول علشان الفتيات ياخدوا سفيرات للمستشفى او للصرح ده، علشان يقدروا ان هم ان شاء الله يقدروا يعملوا شغل على الموضوع دوت لمدة سنة. كمان الجديد انه معالي وزير السياحه اصدر قرار وزاري بمنح المتسابقات سفيرات للسياحه المصريه، وطبعا ان شاء الله هيتم توزيع الجوائز عليهم في حفل الختام. مريم مرجان من مصر. مريم، كلمينا النهارده عن اشتراكك في مسابقه ميس أرب وورلد. هي اللي شجعني، انا عمري ما اشتركت في مسابقه جمال قبل كده، بس اللي شجعني يعني ان هي فريده من نوعها قوي، مش زي اي مسابقه جمال خالص، وهو ده اللي شجعني انا اشترك فيها. بس يعني عملت سيرشز عليها وريسيرشز عشان اشوف ايه دي وكده، وحبيتها. يعني اشتركت ازاي بقى؟ اشتركت من خلال الانترنت ولا حد وصلك ليه؟ لا، هو انا عرفت عنها من قريبة ماما او حاجة، وبعد كده دخلت بقى انا على النت وشفت. كلمينا يعني دراستك ايه؟ عرف الناس بيك يعني. انا 19 سنة وبدرس اعلام، ف 19 لسه بقى ما خلصتش حاجه. يعني لو انت خدتي ميس أرب وورلد هتعملي ايه؟ اللي في دماغك او طموحاتك؟ بص، في كذا حاجه يعني. مثلا خدنا سفيره العطاء وسفيره سياحه مصر، فدي حاجه دي زي مهمه المفروض ان احنا نأديها، ان احنا سفراء ولازم نعمل حاجه. وانا يعني عايزة أعمل حملة ل 57 357، فدي من أول حاجات اللي هعملها إن شاء الله يعني. بس دي مش محتاجة لقب، يعني أنا مش محتاجة أن أخذ لقب عشان أعملها خالص، فأنا الموضوع مش هيتغير بالنسبة لي. خدت لقب اللقب هيساعدك؟
لقب هيساعدني طبعا، لان هو هيبقى زي وراي مؤسسه وانا يعني بشتغل او باخد خطوه لقدام بمؤسسه، بس ستيل برضو لو من غير برضو لقب فانا عند كلامي. أنا أستاذ عبير الحيد النهاردة معنا في أخبار اليوم، وهي خبيرة تجميل ورئيس اتحاد أكاديمي بالمملكة العربية السعودية. أهلا بحضرتك. يا أهلا وسهلا، مرحبا. حضرتك قاعدة لجنة تحكيم السنة دي، كلمينا عن المقاييس اللي بيتم على أساس اختيار البنات. والله مقاييس طبعا أنا بالنسبة كخبيرة تجميل مهم عندي المقاييس الجمالية، وطبعا عندنا مقاييس كمان أخرى تابعة للاشتراك للبنات فيهم، بس أنا بتكلم عن منظومتي أنا، أنه أنا مهم عندي المقاييس الجمالية في الطول، في الوزن، في الشكل، في تناغم البشرة، الزي تبعها كله مكمل بعضه. بتقيسي برضو الملابس الفلكلورية بتاعت كل دولة؟ اي طبيعي، احنا انا اليوم مرتبة لليبيا اللبس تبعها، وكنت مساعدة لها في تنسيق ملابسها وترتيبها، وكنت مع دولة البحرين في ترتيب برضو ملابسها، ودولة عمان برضو اشرفت على لبسها وملابسها بحكم دول الخليج. لو قاعدة لجنة التحكيم، ايه المواصفات القياسية بالنسبة لحضرتك؟ طبعا احنا ما حناخذ القياسات الدولية، حنعتبر قياساتنا احنا كعرب، وطبعا حيختلف معنا تماما لانه نوع البشرة وجمال عموما عندنا احنا جمال نتميز فيه العربيات، فاحنا عندنا مقاييس خاصة فينا احنا. اسمي شيماء حداد، عمري 20 سنة، بدرس انجينير سكول في باريس فرنسا، و اشتركت ازاي في المسابقه؟ في التلفزيون، شفتها في التلفزيون وقدمت نفسي عشان امثل ليبيا. كلميني على الزي اللي انت لابساه النهارده. ده لبس التقليدي الليبي، احنا عندنا كتير لبس، هو ده من انواع اللبس اللي عندنا في ليبيا. ده الكورونا، بتلبسها هي، مفروض تلبسها العروسة عندنا ولا المخطوبة، وده جيبان زي ما تقولوا انتوا هنا في مصر جيبان، في تحت جيب تاني، وفي البنطلون بتلبس، وده يعني بخلط الجولد والسيلفر، يتخلط عندنا، هو مفروض تلبس جولد ولا سيلفر، بس عندنا في ليبيا يتخلط. يتخلط من الجولد والسيلفر. ايه المشاكل اللي انت تحب تتكلمي عنها لما تبقي ميس عرب وورلد؟ بون، انا لو اخدت ميس عرب وورلد انا عايزه نتكلم في الحاجات اللي مش موجوده في ليبيا، اللي ناقصه، الادوكيشن، حقوق النسوان، لا النسوان كمان ناقصه، ديفلوبمنت يعني ما فيش السبيطارات والاماكن عشان الناس تلاقي اماكن تروح تداوي فيهم وتدرس فيهم، وكمان اللي حصل بعد الثوره، اللي لازم الناس تفهم ان احنا ليبيا بلاد واحده، يعني اللي حصل قبل الثوره وبعد الثوره ما دي حاجه ما لازمهاش تفرقنا، بالعكس لازم نكون يد واحده، عشان هي انتم عارفين بعد الثوره ليبيا اتقسمت في اتنين، يا رب يا رب ترجع وكل الناس ترجع كمان لليبيا، وزي احنا نيجوا نزوروا مصر زي المصريين يجوا يزورونا. انا حابه ان احنا دايما نبقى متجمعين الدول العربيه كلها مع بعض، ودي يمكن اكتر نقطه انا جيت عشانها وسعيده بيها، لان احنا قوه كبيره قدام اي اعتداء خارجي، لان احنا الوطن العربي كلنا مع بعض، لو بقينا ايد واحده هنبقى قوه مش هيقدروا علينا اي غرب. فانا سعيده بالتقاء الدول العربيه كلها مع بعض، وان شاء الله بالتوفيق،
وحبارك لكم ان شاء الله نشوف مين اللي هتاخد منكم. واعتقد ان حتى لو واحدة خدت مميزة خمسة اللي هياخدوا اعتقد الباقيين مش هيكونوا اقل, هي بس هتبقى لازم يختاروا خمسة. كلهم سفيرات. تاني مرة اشترك في المهرجان, السنة اللي فاتت اشترك والمرة دي كمان كسبت. لا انا جبت كعهد باجي بغني. عايز اقول بس ان احنا محتاجين من كل البنات اللي فازوا ولا اللي ما فازوش حتى يرجعوا بلدهم ويقولوا ان في مصر في امان وفي مصر بلد خير وما فيهاش اي حاجة من اللي بتظهر على المحطات الفضائية. بس كده شكرا. فنانة عصام كاريكا بقى, احنا انت كنت معانا السنة اللي فاتت والسنة دي احنا خطفناك برضو. ايه رأيك؟ قول لنا كلمة كده حلوة للمهرجان. والله بقول علشان انا شفت السنة اللي فاتت حاجة جميلة وحاجة محترمة وحاجة كويسة, انا جيت تاني معاكم المرة دي وبقول لكل البنات بجد المسابقة فير والاقدر هي اللي هتفوز, واللي ما يفوز زي ما قلنا يرجع بلده ويقول ان مصر فيها امان. هم راجعين سفيرات, هم راجعين سفيرات يا فنان, هم كده كده راجعين سفيرات كلهم. جميل, يهمني يرجعوا يقولوا ان في امان من وزير السياحة المصرية يعني. جميل جميل, انا يهمني يرجعوا يقولوا في امان, ما شفناش حاجة من اللي بنشوفها في المحطات الفضائية. الحمد لله. شكرا عصام كاريكا, اهم بيك النهارده معانا في اخبار اليوم. ومس ارب وورلد, كلمنا عن مشاركتك السنه دي. والله دي تاني سنه بشترك. مهرجان كويس, دعم السياحه, بنبين لكل الدول العربيه ان مصر فيها امن وامان بدليل وجود كل الفتيات المشتركات وبدليل وجود الفنانين كلهم. ده اللي احنا عايزين نوصله, ان مصر بخير وفيها سياحه وفيها امن, وده اهم حاجه في الفتره دي. كلمنا على عصام كاريكا الاعمال الجديده اللي بتعملها. سمعنا ان في كليب جديد ومسلسل في رمضان. في كليب جديد باذن الله قبل راس السنه بيومين كده ينزل اسمه على باب الله, ومسلسل في رمضان كده يعني بنحضره دلوقتي, ربنا بس يتمم على خير باذن الله. مسلسل مع مين؟ لا خليها مفاجاه بقى, يعني كاست كبير جدا, بس انا اول ما امضي هتلاقيني انت اول واحد بقول لك. كله هنا نطمع. احنا كلمنا النهاردة عن مشاركتك في ميس عرب وورلد والفساتين الجميلة اللي احنا شفناها البنات لابسها النهاردة. بإذن الله انا طبعا يشرفني ان انا اعمل فساتين لملكات جمال العرب, وبإذن الله الحاجة تعجبكم يعني ان شاء الله. انت داخل بكذا فستان كمان هتلبسهم كمان في التراديشنال فستان لونه اوف وايت, كل الملكات هتلبسه, وفي فستان تاني في الحفلة الختامية المفروض بيعبر عن شخصية كل واحدة فيهم عشان الموضوع يبقى سهل شوية على لجنة التحكيم. انت واخد من العادات والتقاليد بتاعت كل بلد في الفستان بتاعتك؟ الفستان التراديشنال طبعا الموحد اللي المفروض ملكات الجمال كلهم هيلبسوه, الفستان ده فرعوني شوية عشان طبعا مصر. الفستان بقى بتاع الحفلة الأخيرة بتاع بيمثل شخصية كل بنت بفولكلور البلد طبعا. الخامات اللي انت استخدمتها في الفستان؟ استخدمت التول والستان والدونتيل, ومعتمد على الألوان الفواتح طبعا عشان معظمهم بشرته فاتحة. مؤمنة فاعور من فلسطين. ببداية شهر ديسمبر بشرم الشيخ كنت عم بحضر مهرجان تسليم جوائز الشباب العربي المتميز, كان برعاية جامعة الدول العربية. كان في أحد المستشارين الإعلاميين لمهرجان فتاة العالم العربي المثالية وعرض علي الموضوع, لأنه هو عارف أنه أنا يعني عضو بجمعية حقوق الملكية الفكرية تابعة لجامعة الدول العربية وأساسا إعلامية بإحدى القنوات السعودية. طبعا فلسطين يعني كل منطقة لها زي معين, هذا الزي التقليدي لمعظم المناطق أو المدن بفلسطين, بيشتهر الزي الفلسطيني بهاي النقشات اللي هي لازم تكون محتوية على اللون الأحمر. طبعا بعض الفساتين الثانية أو الجلابيات بيكون فيها ألوان تانية, أبيض أو برتقالي,
بيكون لازم أكمام طويلة ومن يعني شامل أو ساتر لكامل الجسد. أحمد نور أمين المهرجان ميس أرب وورلد ورئيس المبدعين العرب، أهلا بك معنا في أخبار اليوم. أهلا بك وأهلا بك. أحمد، النهاردة كلمنا عن المهرجان وفي الفعاليات المختلفة السنة دي. جديد في السنة دي من وجهة نظر الشخصية هو أن المهرجان بيتحدى كافة الأشكال اللي موجهها بعض الناس المغردين حوالين مصر عالميا، أنه ما فيش أمن ولا في عيشة مضبوطة. فوجود المهرجان السنة دي أكبر دليل ورسالة واضحة جدا لكل العالم العربي والخارجي أنه إحنا موجودين وبنعمل مهرجانات ومستمتعين، والفتيات جايين من أنحاء الوطن العربي كله وقاعدين بقالهم 10 أيام، يعني مش زيارة نص ساعة وماشيين، والحمد لله رب العالمين. يعني ده كان أكبر تحدي أو أكبر نقطة كنا عايزين نوديها أو نبعتها للعالم كله. يعني المهرجان ليه شق برضو سياسي وليه شق سياحي برضو؟ لا، هو مش سياسي إطلاقا، لكن احيانا الظروف السياسيه بتفرض عليك كمواطن عندك قضيه بتحب بلدك وطنك العربي انك انت بتوضح نقطه مش مفهومه عند الجميع. ما احنا كلنا عايشين في بلد واحده، ما هو الشعب هو اساس السياسه وابو السياسه. فبناء عليه انا لما الاقي بلدي مظلومه او ناس مغردين بيقولوا صوره خارجيه عنها مش مظبوطه، واجب عليا وعلى كل مواطن بيحب الوطن العربي ومصر ان هو يقول لا والله الكلام ده غلط، الكلام ده مش حقيقي، بس بشيء عملي يوضح مصداقيه كلامه. فبعيد عن السياسه، المهرجان مش مسياس على الاطلاق، لكن انت بتفرض عليك الظروف انك انت توضح وجهه نظر معينه. اما سياحيا، هو المقصود به في المقام الاولاني طبعا جذب السياحه وتعريف مصر لدى الاخرين. خلي بالك انه في ناس انا بلاقيهم بيقولوا ايه، مصر بقى لها 7000 سنه واكتر، يعني انت مش جاي تعرفها النهارده. عايزين نقول ان في اجيال بتتولد، الاجيال المتجدده دي هو اللي انت لازم تصب لها التاريخ. مليحه العبادله من المغرب، 20 سنه طالبه هندسه مدنيه. لقيت في النت الموقع وعمرت الابليكيشن وجيت، تم اختياري وجيت الحمد لله. بالنسبه للمغرب، غادي نشرفوا بكون مغربيه حصلت على اللقب فتاه العربيه المثاليه. وبالنسبه للوطن العربي، غنحاول نشارك بصفه رسميه باللقب ديالي في الاعمال التبرعيه الخيريه، وان شاء الله نوحدوا البلدان العربيه لدوله واحده. ميرسي. مرحبا بكم الناس الكل، يعيشك. انا ياسمين كمون من تونس. شنو تحب تعرف بالضبط؟ انا عاوز اعرف تفاصيل عنك، اشتركت ازاي في المسابقه، بتدرسي ايه؟ اوكي، انا لقيت المسابقه عن طريق الانترنت، وبصراحه عن طريق الفيسبوك تحديدا، واتصلت بمدام حنان نصر رئيسه المهرجان، والحمد لله بعد يعني ما حكيت معها وكل شيء تقبلت، لقات فيها الشروط والمؤهلات. الشروط اللي كانت في المسابقه اللي انت اهم شرط انه تكون الفتاه جامعيه ومثقفه، ليست فقط جميله الشكل وايضا جميله الجوهر ايضا. انت لو فزت بملكه جمال ميس ارب وورلد، ايه الفعاليات اللي انت تعمليها او الخطوات اللي انت تعمليها؟ ان شاء الله يا رب يقدرني وافوز، وحكون فرحانه لو فزت انا ولا غيري، خاصه بنت بلدي، عشان عاوزه اعلم بلادي على طول مرفوع. بخصوص الأهداف، أنا حاطة كتير أهداف براسي. أهم شيء هو العمل التطوعي، لأنه هو شيء بديته من زمان وبدي كفي فيه، لأنه بالنسبة إلي صار أسلوب حياة أكتر منه أنه تمضية للوقت أو فقط فعل للخير. اسمي نعيمة المقبالي من سلطنة عمان، عمري 24 سنة ومتخرجة شهادة بكالوريوس إدارة الموارد البشرية. كنت شهر 1 2013 كنت جالسة قدام التلفزيون، وكنت أتابع برنامج كان بيخص الموضة والثقافة والستايل وكذا، وشفت فجأة تقرير عن المسابقة وحبيت أعرف أكثر، خاصة إنه شفت البنات بيطلعوا بلبس بلدهم، فشفت إنه شيء مختلف شوية، إنه ملكة جمال وبلبس البلد وكذا. فدخلت على موقعهم في الإنترنت
وقرأت أكثر عن المسابقة وعرفت القيمة الأخلاقية صراحة للمسابقة، أنه قيمة أخلاقية وبالمقاييس الاحترام والشخصية والسمعة الطيبة والسلوك الطيب، وراح تطلع البنت تمثل بلدها باللبس الوطني، وحنكون حنزور مستشفيات وحنعمل أعمال خيرية كثيرة كده. فحبيت أشترك وردوا علي شهر 10 بشوف المسافة، فما صدقت شباب، فالحمد لله فقيت هنا المسابقة. أصلا مجرد ما أنا اشتركت في المسابقة وبالشكل اللائق والمحترم اللي حضرتك بتشوفنا فيه، هذا جدا شيء مشرف للمرأة العمانية أو للفتاة العمانية خصوصا. الشيء الثاني، الحين دور المرأة مش مقتصر في شيء معين، الطبخ، الغسل، الغسيل، الطبخ، البيت، لا، الوقت المرأة والمرأة العمانية والمرأة العربية والمرأة المسلمة بشكل عام قادرة توصل لأعلى المراتب وتمثل بلدها وتطلع بأحسن صورة وبأرقى صورة في كل المحافل، مش بس في مصر أو في دولة عربية معينة، حتى في دول العالم أيضا. فهذا كان واحد من الأشياء اللي حبيت أنه أنا أوصلها من خلال مشاركتي في الزهرة لطيف من المغرب، عمري 19 سنة، كندرس في الدار البيضاء في جامعة اقتصاد، وفي نفس الوقت مسجلة في جامعة موجودة في فرنسا اللي كندرس فيها. فاطمة، عرفت ازاي بميس عرب وورلد وازاي اشتركتي؟ عرفت بميس عرب وورلد عن طريق الانترنت يعني، وشفت بان خصني نسافت لهم كل ما يتعلق بيا الصور، وسافت لهم وفي الاخير يعني اتصلوا فيا وقالوا لي بان تم الاختيار ديالي بانني نشرف البلد ديال المغرب، نمثل البلد ديال المغرب. يعني عندي بزاف الاهداف اللي نبغي من كل قلب ديالي انني نحققها. طبعا يعني عندي اهداف منهم اني نزور مجموعه من الجمعيات اللي احنا المغرب يعني معروفه بان نشنضموا جمعيات يعني كثيره عندنا سورتو في كازابلانكا، سو نمشي يعني نمشي ونشوف ونتعرف على الجمعيات. كلمينا، ايه الصوره اللي انت هتنقليها عن مصر للمغرب بما انك انت خدتي سفيره السياحه في مصر؟ الصوره اللي غنقل مصر للمغرب ان مصر بخير الحمد لله، ونتمنوا لها يعني تبقى يعني القدام، لانه طبعا المشاكل اللي طرات مؤخرا، فنقول بان مصر يعني لحد الان نشوفها يعني منوره، مصر ام الدنيا، ونتمنوا بانه يجيوا الزوار ويجيوا يشوفوا. زينه من الاردن. زينه، كلمينا النهارده عن مشاركتك في ميس اربور. والله كانت تجربه فريده من نوعها، استفدت منها كثير اكسبيرينس بصراحة، تجربة ما بنساها بحياتي. ايه اللي خلاك او دفعك ان انت تشترك في ميس عرب وورلد؟ والله اللي دفعني اني اشترك بميس عرب وورلد يعني حسيت لمست انها غير كل المسابقات بالوطن العربي، هي مميزة شاملة، الجمال والطبخ والاعمال الخيرية وبنفس الوقت الثقافة، يعني لازم يكون كل هدول موجودين عشان انه تقدر تشتري. بالضبط. انا مير معلق من لبنان، عمري 26 سنة، معي ماجستير بالعلوم التغذية، عندي عيادة يعني للدايتيشن، وام بي اي ماستر بإدارة الأعمال، وعندي ليسانس بالبيوكيمياء، بلس انه عندي بروجرام لي على الراديو وعلى التي في از دايتيشن يعني كاخصائيه تغذيه. ممكن تكلمينا النهارده عن مشاركتك في ميس عرب وورلد وازاي سمعت عنها واشتركتي؟ ميس عرب وورلد اشتركت فيها ولا بالصدفه، حدا من المخرجين اللي بيعرفوا اللي بيشتغل معه يعني قال لي عنها، وقلت له حبيت الفكره، حبيت الايديا كلها، وهيك اشتركت يعني. هيك اشتركت. لو انت خدتي فزت بالمسابقه السنه دي، ايه المشاكل اللي في لبنان او هتقدري تعملي للمراه اللبنانيه؟ للمرأة اللبنانية هلا الخبرية أكتر، إنه أنا بالنسبة كمرأة عربية، نحن المرأة اللبنانية عندها شخصيات، عندها شخصية كتير قوية، عندها حضور كتير قوي، وهذا الشيء بنشوف حالنا فيه صراحة. حابة أشتغل أنا أكتر على كنت ضوي على سرطان الأطفال من بعد ما زرنا 57 53
حابة أنا هيدي رسالتي، يعني حابة أشتغل على التوعية وعملية التوعية والثقافة عند العالم أكتر، عند الأهل أكتر ليعرفوا كيف يحموا أولادهم. بعتقد المرة اللبنانية بالذات ما بدهم يعلموا. هيدا زي الدبكة عنا هيدي، ولبنان رح يرجع سامعيني من الصبح ومغنية. هيدا زم زي الدبكة عنا، مش الفولكلور الرسمي 100%. الفولكلور الرسمي هو عبارة عن عباية، وعنا التنطور اللي هو هيك طويل رح ألبسه بالحفلة النهائية كمان. هيدا زي كمان فولكلور وبندبك فيه نحن، بتعرفنا بالدبكة مشهورين يعني بالدبكة اللبنانية. بصفتك ان انت كمان خدت السفيره، سفيره من وزاره السياحه المصريه، ف يعني هتتكلمي عن مصر ازاي بصوره للبنان؟ مصر مصر اول شيء مش بحاجه انه احكي عنها، انه مصر معرفه عن حالها، بس الشيء الحلو اللي حابه اعرفه قديش انه مصر حلوه كتير، قديه انه الحمد لله يمكن كنتوا بوضع وقلبتوا على وضع تاني، فالوضع هلا احسن، السياحه بمصر بتقدم اكتر، قادرين نشجع العالم يشوفوا تاريخ مصر. يعني بالنهايه الدول العربيه، اي انسان نحن كعرب وكغير عرب، مصر من الدول اللي لازم تنزار. يعني اي بتفرجي الصوره، بتحاول قد ما فيك تفرجي الصوره الحلوه عن مصر. يعني بالنهايه كل البلاد فيها صور الوحشه وفيها صور المنيحه، اوقات الاعلام بينقل على طول الصوره البشعه للاسف، وشخص اللي قاعد بعيد بيسمع الاعلام الميديا. سو بس تحاول يمكن كونتاكت مع العالم ويشوفوك ويشوفوا الثقه، تبني الثقه عند العالم انه مصر صارت بخير ومصر بامان، في اشياء كثير حلوه انه نزورها. فان شاء الله نقدر، هذا الشيء شرف لإلي كثير كبير من وزير السياحه هشام زعزوع انه اعطانا هذا اللقب، هذا الشيء بشرفني. يعني انا هيفا جريبي من تونس، عمري 23 سنه، خريجه انجليزيه اعمال، وبشتغل دلوقتي في شركه تصدير في تونس. والله ان شاء الله كان كسبت ولا حتى ما كسبتش، انا ان شاء الله نحاول نشرف المرأة التونسية. احنا طبعا خذينا سفيرات للسياحة المصرية هوني وسفيرات العطاء مستشفى 57، يعني حنحاول نوعي الشعب التونسي بالمشاكل اللي الاطفال اللي يعيشوها، مشاكل سرطان الاطفال، ونشجع السياحة المصرية طبعا، وعلى قد ما نقدر يعني حنحاول انا والبنات نكون عند حسن الظن. انا ايناس حامد من السودان، طبيبه وشغاله بمستشفى الخرطوم قسم الجراحه. والله انا عايزه اعبر صراحه، جيت اعبر عن التقدم اللي وصلت له المراه السودانيه. المشاكل في السودان ما مواجهه المراه تحديدا، بس حبيت أن أعكس صورة جميلة عن المرأة السودانية وعن مدى التقدم العلمي اللي وصلت له والتطور بس. كلمينا النهاردة عن الزي السوداني. لابسة توب بتاع ماما. طبعا التوب ده عندنا في السودان بتلبسه المرأة المتزوجة، وبتكون عاملة حنة معاه برضو للمرأة المتزوجة، ولكن طبعا باعتباره زي السوداني التقليدي المعروف، عشان كده لبسته الليله. دكتورة سناء الشريف، عضو مجلس المرأة وعضو لجنة تحكيم في مسابقة ميس أرب وورلد، بنرحب بحضرتك النهاردة معنا في أخبار اليوم. ميرسي يا فندم، شكرا. كنا عاوزين نعرف فندم إيه المقاييس اللي بيتم على أساس اختيار البنات؟ أولا المقاييس يعني اركن الجمال على الآخر خالص. طبعا احنا بنتابع تصرفاتهم، التزامهم، يعني طريقة تعاملهم ازاي. طبعا احنا اديناهم دورات، اديناهم محاضرات، واديناهم حاجات في الاتيكيت وفي ازاي ان هي تكون سفيره لبلدها وسفيره لمصر قبل اي حاجه تانية، زي ما اتفق معانا ومعاهم وزير السياحه اللي هم يعني طلع قرار وزاري بان هم كلهم سفراء لبلدهم، وهيديهم برضو شهاده على الورق البرج. فاحنا المقاييس بنتابعها معاهم من اول ما وصلوا مصر، واحنا بنجي درجات على كل تصرف.
الا ان ممكن جدا واحده جميله جدا وبعد ما تتكلم معاها بتنفر منها. الجمال نابع من الداخل مش من الخارج، مش من الشعر المتركب ولا من اللوك ولا ده كله. عندنا له اي مقاييس، المقاييس مقاييس ثانيه خالص، مقاييس اخلاقيه، التزام، ازاي هي بتقدر تتعامل، ازاي الجمال ده يكون نابع من داخلها هي مش من خارجها. الكرسي ده فعلا مدته قد ايه؟ مدته كان مدته والله احنا كنا عاملينها 10 ايام، هم ضغطوها لنا شويه، يعني ضغطوا لنا المده شويه حوالي 8 ايام كده، فكانت عمليه لود شويه علينا يعني. ايه الجديد السنه دي اللي في المسابقه حضرتك شايفه؟ الجديد في المسابقه ان فيها التزام حقيقي. مدام حنان نصر اللي هي الشركه اللي هي المشرفه على المسابقه او المعتبر للمؤتمر، التزمت ان هو يكون تحت مظله جهات سياديه زي وزاره السياحه، زي المجلس القومي للمؤتمر.